مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من البودكاست. الحلقه هذه 0.4 ماهيش 0.3 صحيح. جماعه اللي تتابعوا فينا على اليوتيوب ما لقاوش 0.3، مش مشكله يرحموا يديك الحوار التونسي خاطر ناحيتها. اما هذه 0.4. اليوم معنا ماكي سلام. ماكي ضيف معنا في الشان نتاعو. سلام يا جماعه، غبنا عليكم برشا، غبنا عليكم برشا ظروف حكمت وكل شيء. اخبار كل شيء قبل ما نبداو، اخبار كل شيء. نحب نقول ميرسي للعباد الكل اللي وقفت معايا، يرحم والديكم وخاطر ما جاوبت حد بريسك مانيش ليه برشا، يرحم والديكم الناس الكل ونحبكم. هكا الواحد قال لي نقص في الموزيكا، انا نقصنا في الموزيكا. شعب باهي الحلقه نتاع اليوم، حذري شنو باش نحكيو بالضبط. زاد والله العباد اللي ما تبعتش الحكايه خلينا نفسر لهم كيفاش جا البودكاست هذا. صالح البارح قام يتلكش عليا من حياته هكاك، ما فهمتش شنو الحكايه. حبش كذبا كذبة افريل، هي هذيك كذبة افريل. قلت باش نعبد فيديو كل يوم باهي مريقلي خاطر ماكي ما يكذب كان في كذبة افريل فار هذاك ما فهمت يا اخي. بعدك انا حلبت علي على البودكاست خاطر احنا نورمالمون الجمعه اللي فاتت نلعبوا بودكاست. وين مشيت انت الجمعه اللي فاتت؟ لعبت دراجون بول. لعبت دراجون بول وجه عبيد مش شو تفهم الحكاية مبارا برك. دونك تلاكشت علي على البودكاست. ما في برج راي ما توقعتوش بش يقول لي نقدوها اليوم، معناها فهمتي قال لي نقدوها اليوم وكي نقدوها اليوم. فما بلاصة معاكم الجمعة الجاية بودكاست، كانت حل لايف نهار الخميس يجي معنا بودكاست. هكا هاو خو شالانج ليك انتي فروستال، حل لايف نهار الخميس يجي معنا بودكاست. هكا محل كي جيت تتبعك عرفت البودكاست نعملو كل جمعتين مش كل جمعة. نزعم نوليو نعملو كل جمعة، خلينا كل جمعتين بيه. نحن نسألوا العبية يا جماعة نعملوه زعمة كل جمعة بودكاست. أنا من رأيي ماكي كيولي بودكاست يولي كل جمعة. خليه مدامو في الزيرو، خليه مدامو في الزيرو فرقول خليه فسر له يا صالح راهو بهيم ده فاهم الحكاية. جس نترولي فيك يا مسدك قوة الحكاية مش غاد فروستالي عاير بالبيب بيت ها. ما يا جماعة ما نكتبوش عليكم المساسين ديما كل بودكاست تلقانا قبل البودكاست بثلاثة ايام ولا حاجة نحضروا فيش مش نحكيه بالضبط. اليوم جاتنا معناها على غرادة، جاب حذايا صالح تفرجنا في تروح المكشخة شيخت على جوار اسمه الكوزان ذاك برجولي عالمي ولا ذاك اريير ديفونسور شد جول زاد جو بيه فهمت، كان راس حربة ما يلعبش و اوكي معناها جات كيما نقولوا بزربة وكل شيء. مستيسة ديما قدامنا حتى هكايا البلوك نوت يبدا مكتوب فيه شنو باش نحكيو، دوك ما فما حتى شيء. اخي هبط بوست قلت يا جماعه على شنو تحبونا نحكيو ثاني ومكمش باش ديما تعطيوني افكار اول مره واخر مره ترجع راهو شيء تحبوا نحكيو كل جمعه. مانيش باش نقول لكم هكاك، وبرشا عباد قالوا نحكيو على الفيديو نتاع البنات البارح اللي انا شفت الفيديو اليوم مش نكتبش عليك. انا ريته البارح في الواحد وما حبيتش نكليكي ما حبيتش نتفرج. بعدك عرفتك اللي تفرس عليك بالسيف وين دور دقافي وجهك الفيديو لوجيك تراه من الاول ما تحلو الثاني الثالث الرابع تقول زعخ خلينا نشوف شنو الحكايه تاع العباد الكل من دور دقافي وجهي خلينا نشوف. حتى انا كيك ما نكذبش عليك انا تفرجت ممكن في 10 سكونديات حكايه هكاك وسكرت ديريكت. دونك مانيش باش نحكيو على الفيديو بيدها، ما باش نحكيو على الامباكت نتاع الفيديو. شنو معناها الامباكت نتاع الفيديو؟ معناها كيفاش تصرفت العباد مع كيفاش تصرفت العباد مع الفيديو وعلاش تصرفت هكاك وكل شيء. وقبيله بالزهر قاعدين نحكيو فيه سوجي انا وصالح لقينا روحنا كل واحد عنده بوينت فيو معين. مانيش صحيح انا الرام بوينت فيو نتاعي الحكي سي لوجيك باش تبارطاجها برشا خاطر العباد تفاعلوا مع الطفله وحنوا عليها مع الطفله تكفش لابق هذيك حنوا عليها فهمت سي لوجيك. والتونسي كما عنده يحن وفازيل وثم كوتي الاخرى بتاع التونسي اللي يحب لحظب. اش معنى يحب لحظب؟ حتى تلقاها عاركة في الشارع عاركة بين زوز تلقى بخمسة الاف حتى في الكياس البوتياج يقف وكل شيء. هما اكسيدونات ويقفوا يتورجوا تلقى بوتياج عارف راه فما اكسيدون مش مسكر كياس ولا حاجة، جست العباد تنقص باش نبلك سيدون باش تتفرج صحيح يتفرج وتقول شنو صار ومبوتياج وعباد تخرج ستة توصل ثمانية لدارها هو جست باش يتفرج في انا راه هكا كمان علاش خذيت الامباكت هذيك ماهيش كيما اسي بوينت فيو تاعك باش نشمل فما عباد قاعده تسال شنو هي الفيديو بالضبط. ممكن عباد ما خلطتش بالله نحي هكا بالله نحي دي نمها انا لبوبه وانت فسر لهم الفيديو شنو بالضبط برشا عباد ما تفرجوش. باهي الفيديو بتاع زوز بنات واحده تصور واحده شاده طفله اخرى هابطه هبلتها شلبق
هبطت شليبق هبطت شليبق انا برشا ما عملنيش بودكاست اولي السين يبداو يخرجوا صحيح هبلتها شليبق صوت سابق التصوير احكي احكي توريك صحيح عندنا الانجنيور انجنيور تصاوب خويا هبلتها شليبق تاف 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 جوش دروات ونحت لها حوايجها وفي بالي بس حط عسل يعني انا ريت كان مسحه فيها ساقيها ومسحه فيها ساقيها هذاك هذاك شنو يريد يعني انا مع انه لعبت بارتاجيت قلت عبيت بارتاجيت على خاطر تفاعلت معاها ودرا شنو انا نشوفها عبيت بارتاجيت فما برشا عبيت تسال على الفيديو جست تحب تحظب تحب تشوف شنو هي الفيديو وانا الرا اللي العبيد اللي تبارتاجي قاعده تظلم في الطفله ماهيش قاعده تعاون في الطفل الطفلة ذيك اللي ضربت وكل شيء معناها نتصور كان الفيديو دوب ما شافوها كي تك ديريكت للحاكم وشدوا البنات وفات الحكاية غاديك خير من اللي يشوفوها تونس كاملة عريانة بها بشي ذاك سؤال وش نربط لك التخميم هذا فصان مش عاديك اكزامبل واحد اخر في اللوجيك اللي مشيت بيه انت معناها اللوجيك اللي يقول اللي مشيت بيه انت معناها انت الطفلة يختص بها دي بريف خب هي مش ما يسمع حد مش ما تفضحش انا قلت امشي للحاكم خلينا نكمل لك انا جيت نسكت سؤال معني الحاكم كان مش كان هزز لهم فيديو وكها ما حكيت حد شيء كان مش تحركوا بسرعه هذا كان مش تمشي فيه انا برايي اللي بارتاج الفيديو واللي اول حاجه فضح البنت الزوز حتى ما ظهرليش كان طفله مشدوها بسيف وبالكفوف باش يجي له عليها واحد باش يقول لها اش بيك ما يحط حوايجك في فيديو كان واحد الله غالب عليه انا الرهم عاونوها باش خذت حق انا شنو انا كيفاش الراها بالضبط الراها العبيد جست تحب لحظب تحب تشوف كيش نيصارو بالضبط وشفت برشا عبيد وحكي بهامت على الاخر متاع ابعث لي الفيرسيون اللي فيها الطفلة عريانة كيقول لك برشا راهم برشا مانيش نفادلك راني بهامت وانا كل واحد يهبط الفيديو حتى في الـ في الـ في, الـ في البروفيل متاعي معناها في كومنتير ولا حاجة ديريكت نفسخه معناها اوكي سي بون وصلت الحكاية تشدت الطفلة علاش باش تزيدوا تبارتاجيو اكثر لعب اوكي هذاك ابو خطوسي معناها اي حاجة فارغة زادوا انا شفتها زادوا فضحوا الطفلة اكثر انت تقول لي اختصبوا وكل شيء انا قلت لك يتهز الفيديو للحاكم فهمتني وما غادي توفى الحكي الحاكم انا منهم اه سكم 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 اللي يضربوا في الطفلة ليش فسلك حاجة اسكم بعدنا خلينا نخدم على رويحنا نرحم والديك بيه علاش الحاكم قديش ما طفله تمشي تحت تشكي بطفل متحرش بها ما عمل حاجه شيء يقولها برا اللي هي بروحك بلاش فك عليك استر روحك ياخذوا نكونوا واقعيين ما كي ماني الحاكم كي ما شفتش حكيتش الحكايه بالكوبه هذاك اللي اخذت العباد الكل كانوا باش يتصرفوا هكا بيه نمشي معاك في البوينت فيو نتاعك اوكي من بعد ما تشدت الطفله علاش العباد مازال تسال على الفيديو وتبارتاج اوكي نمشي في البوينت فيو نتاعك انت يوكي او تحرك الحاكم وشد الطفل علاش مازال العباد تسال على الفيديو وتبارتاج علاش العباد تسال على الفيديو وتبارتاج علاش بتكون انفورماسيون تاع الطفل تشد موصلتوش خاطر هو ديجا مازال كيسال مازال مش دام هو يسال على الفيديو دونك هو ما سمعش ما شافش الفيديو دونك هو بطبيعته ما في بالوش شكون البنات اللي في الفيديو دونك لوجيك ما في بالي عبيد تحب تتفرج صدقني عبيد تحب تتفرج بي معاك فما برشا عبيد معني جوست بارتاجيت باش يشدوا البنات وكل شيء اما انا نشوف حسب الكومنتيرات اللي ريتهم يا ودي فما عبيد حط جيم وكومنتير وانا بعث لك الفيديو في ميساج حتى جيم وكومنتير تبعث لك الفيديو في ميساج حتى هو انكونسيامون حب جوست يشوف الطفله عريان مش نكره حتى هو كان هو ما في بالوش راه عاونها الطفله كيفاش عاونها الطفله باش خذ الحكايه كبرت انا وياك قاعدين نحكيو عليها اليوم وفيسبوك كم يحكي عليها اي انا تدون الفيديو انا كونتر اللي الحكايه تكبر مانيش كونتر انا كونتر الحكايه تكبر للدرجه هذيا نتاع تونس كامله يشوفوا هكا الطفله ماكله تريح فهمت معناها هما البنات اللي ضربوها واللي سجلوا فيديو فهم عليه سجلوا فيديو باش يفحوها ودرا شنو والريقه ذاك الكل حسيتهم وصلوا للبوان اللي حاجتهم بيه يا معناها انت قصدك حطوا البيوت وصلوا له حطوا بيوت وصلوا له اوكي تشدوا ودرا شنيا اما وصلوا للبيوت نتاعك سؤال هما حطوا بيوت وصلوا له باش الطفله تفضح اليوم كنا انا قاعدين نحكيو توا شكون تفضح اكثر الطفله اللي عريها ولا هم شنو شكون تفضح اكثر مش حكيت شكون تفضح اكثر هما كلها الحكايه فضحت وبرشا عبيد توا معناها الطفله هذيك مسكينه من اللي كان باش يشوف الفيديو نقولوا 20000 عبد اليوم شافها 200000 هذيك عليه انا كونتر البارتاج نتاع الحكايه وكل شيء اوكي سي بون تفضلت الحكايه تصبح على خير علاش لازم التونسي يزيد يكعرر في الحكايه اكثر
وطيحوها الطفلة شكون وكل شيء وتشدد. أما علاش العبيد مازالت تسأل توا على الفيديو؟ العبيد توا مازالت حط جيم وكومنتير أنا بعث لك الفيديو بريفي. علاش نسألك سؤال؟ ديما يا مكي راه نرجعوا في بلاصتنا. في راك تربطها بأي حاجة تصير في فيسبوك ولا في الدنيا تربطها بمونتاليتي نتاع تونس وتاخذها حتى تاخذها بار إكزومبل ديز إكزومبل من لافي كورون تاعنا اللي قاعدين نعيشوا فيه. إيش معناه؟ تونسي رابط بيعته يحب تقطيع وترييش. فوالا أنا هذاك علاش نحكي. نكمل يحب التقطيع والتريش. معنى يحب التقطيع والتريش؟ يحب البضايع. معنى ريت هو انا معاك اللي هو ثم برشا معاك على الاخر ما نحكيو 60% بارتاجيو جوست باش هو باش يوريه وثم اللي تحكي عليه ومنتي اي حط جيم وكومنتير للباج ترى بعث لك الفيديو استغلوها الحكايه. معنى اما اسكو هما كي عملوا هكاك هما حتى كان بنيتهم اسكو ينجم شكون يجي اليوم يلوم على الطفله يقولها خاطر ريت فيديو نتاعك عريانة عنده الحق يجي يحكي ماهوش ماهوش باش ينجموا يلوموا على الطفله. الطفله فيكتيم باش نقول لك كيفاش قلت باش نقول لما فيكتيم تفضح او باش نقول لك كيفاش تفضح او باش نفسر لك الحكايه نتاعي انا كيفاش. فما برشا عباد معقده في تونس راه برشا عباد معقده به نحكي احنا سمعنا نحكيو باللوجيك لان ماش نحكي وانا مخخلع. استنى فما عباد كي شافوا الفيديو تعرف باش خرجوا من الحكايه. تفرج بنات تونس تفرج دراشنية تفرج الجيل متاع توا ليه موزوز فما عباد ليه متزوز به. اما باش نفسر لك حكاية اخرى يعني هي كمل واحد يسأل على الحجابة بتاعك شا عندك فيه فما انا نشوفها الحكاية هذيك تبارتاجيت وكبرت عبد واحد اخر كان يحب يعمل الحكاية كيما هكاية يعرفها اللي هو باش يوصل للبيت متاعه. قولوا اكزامبل انت توا فهمتني فما ولي خاف يقول ان الراهي ولي خاف ما نصوريش ولي يقرا حساب يقول لك الحكي باش تفضح وباش نشد كيما تشهدوا. اسمع فما عباد راه باش نحكيو توا على عباد برشا عباد ممكن انتم ما تعرفوهمش عباد اكلي اوكي سي بون كي باش يتشد باش يمشي قضيه نتاع طولطون ولا حكايه كزاح ونعرف منهم برشا معناها من شير وفازيت اوكي واضح معك. يقول لك العباد هذوما كيفاش يحكي يقول لك انا يا خويا باش نحرق باش نتشد طولطون دونك شنو نعمل باش نعمل الكوارث اللي نحب نعملهم الكل من بعد نحرق ولا نتشد طولطون. بحسب رايك انت واحد فيد من حياته كي من هكي يحب يفضح طفله اوكي يعمل كيف ما عملت هي هكي يا ماكي اشفسلك حاجه راني انا وياك قاعدين ثم مصطلح قاعدين اللي مش متشاركين فيه اللي يفضح طفله معناها طفله تفضحت باش تفضحت الطفله سامحني فاش تفضحت شنو عملت غلط باش تفضح فيه راه عبد تفضح لازم يكون عمل حاجه غلط هي شنو الحاجه الغلط اللي عملتها الطفل مش على الحاجه الغلط انت قاعد تحكي كاني انا اللوم في الطفله هذيك اللي هما انت تقول لي انت فضحت راه عبد ما تفضح كما يكون عامل حاجه غلط يا ودي اسمعني ساعه قبل كل شيء احنا راه ما نعرفوش الكونتكست نتاع الفيديو الجمله معناها جست شفنا طفله قاعد تاكل في تريح هذا الحكايه الكلها معناها ما نعرفوش شنو ما عملوا الزوز ومانيش قاعد نبرر باش الطفله الاخرى تعمل لها هكاكه فهمتني صحيح آه ما يثميش حتى حاجه مكي باش تبرر الطفله باش تعريها في الفيديو تتكح فيها شنو مش حتى تعريها هيوميليشن جمله تمسح في ساقيها فيها انت كون شفت هذيك برك كان شفتها كيفاش تاكل في شلابق تعملها بجهرب يزي خروح اخرى تقولها ما تحكيش معايا ما تحلش فمك انا ما تفرجتش فيها صحيح قلت لك انا خاطر تفرج وتشرفق فيها وحل فمك وانفخ وتاف اي اما ما كر انا نحكي على الرياكسيون تاع التوينس اوكي تشدت الطفله سي بون اوف من اللي حكي علاش لازم تكبر للحاجه هذيا الكل انا معاك نتاع اوكي ثم ليميت لكل شيء ثم ليميت معناها والتونسي ما يعرفش حد في حد شيء نعرف حتى شيء التونسي كما حكيناش كما نقفش الحكايه اليوم راكش كامل انا قاعد نحكي على العباد اكلي تسال ابعث لي الفيرسيون اللي فيها الطفله عريانه ابعث لي الدراشني نتاع اوكي سي بون يزي فهمت يزي وليت تضر في الطفله تو سي بون شدت الحاجه نبي وصلنا وليت تضر في الطفله هذيك مسكين بالله تخيل الرياكسيون تاع عائلتها تحل فيسبوك كي تلقى الطفله هذيك تحل اي حاجه تلقى الطفله هذيك فهمت شنيا معناها العباد ما تخممش في الرياكسيون بتاع عائلتها وإلا أوكي راك وليت تضر أكثر من اللي إنك تنفع فهمت يعني قلت لك حتى هو معاك في إنهم فاتوا الليميت تاع أوكي كان خرج بيان ولا خرجت حاجة تاع أوكي معناها تقولش عليها حملة والحملة ذيك وصلت اللي تحب عليها معناها أنت تبارتاجي ما تحب تاخذ حق الطفلة سيبون الطفلة أخذت حق القضاء باش يكمل من بعد يشوف شنيا الحكاية كونتكست كامل اللي ما نعرفوش خاطر فيديو دو مينوت أما ماكي يا ماكي نرجع لك راه حتى اللي حاب يضرها من الاول قلنا فيه ذاك اللي حاب يضرها راهو معناها كي بارتاجها حتى من غير ما يقصد راهو عاونها باش تاخذت حق هذايا حاجه اثنين تقول لي عائلتها يشوفوا الفيديو
والله عائلتها كان هو تصور هكا ولا هكا ودم هو حب تصورها بشفتحه تصور عائلتها يشوفوها قبل الناس كل دونك عائلتها بيشوفوها الناس كل دونك هون تصور كانوا يشوفوا الفيديو بيعرفوا اللي حق بنتهم باش ياخذوه خير من استراتيجية عملوها العائلة الكل استر خلي كل شيء بالستر مش حكيت خلي كل شيء بالسكرة 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 هي عاوية شرسة هو كل شيء يمشي اما انا نتوى كيفاش شوف في الحكاية متاع راهو العباد ولات تضر في الفيكتيم اكثر هو باش نعطيك اكزامبل تذكر في رمضان عم ناول ولا حاجة كيما هكاكا فما طفلة اكلي بوها دخلها للرازي به طفلة ذي بوها دخلها للرازي علاش على خطرها ملحدة وفاترة في رمضان ودرشني وانا راني كنت حتى عبد ملحد يفطر في الشارع في رمضان كنت راها على الاخر ملحد اقعد ملحد على روحك من غير ما معناها تدخل في العباد الاخرين احترم المعتقدات الكل به الطفلة هذي شادت في الرازي بعدك خرجت ووقفوا معها برشا عباد وتبرتجت الحكاية وكل شيء به الطفلة هذي نحكي معها بريود التالي حتى بعد ما خرجت وكل شيء العباد تعرضها في الشارع انت الملحدة انت اللي هكاية انت هك برغم الحكاية وفيت راه عندها توا عام التوا يعقلوا فيها ش عملت الطفلة بشوالي وما يعقلوا هيش قرعت شعرها جملة بدلت الكوب نتاعها بدلت في روحها الكل باش العباد ما عادش تعقلها انا توا نحكي على الفيكتيم هذيك اللي احنا الكل توا متفقين اللي هي فيكتيم توا العباد كيفاش باش تشوفها في الشارع ولاد حومتها لا فهمت شنو لونتوراج الكل باش تتعقد الطفل انت اللي تحكي فيه انت توا نتاع الرياكسيون نتاع التونسي بعد الحكي احنا توا كنا نحكيوا على الحكايه هي بيد نتاع الحكايه نتاع كيفاش تفاعل معها التونسي كيفاش مش تعامل معها التونسي من بعد تونسي راه باش كنا واضحين باش نحكيوا احنا قلنا من النهار الاول قلنا في البودكاست هذا باش نحكيوا نبوش بتبع تونسي سميت يرا تونسي تعثر في الشارع ما يقولكش ستار يقولك البس يقولك ايه ما فما حاجات فما حاجات راه ما يجيوش خكملك اش معناها يقولك تونسي سميتي دوريت هو هذاك عنده بيوت في مخه يجي يحكي معاه يقول له انت ملحده وكذا من مخه هذاك اللي ميت نتاعو ما يحكيلوش مخه اللي راك انت قاعد تضر فيها الطفله اللي انت فهمتني ليه اللي فهمتني انا نحكي على العباد هذوك معنا ما عنيش نضج ما عنيش شكل اللي يغزروا شنو يحس العبد هذاك فهمتني خاطرني انا ممكن نغزر لها من البوينت فيو نتاع الطفله هذيك من بعد شنو باش تحس معاك خاطر معاك مكي افسرك حاجه هي باش تحس خاطرها الحكايه صعيبه اللي صار لها مش شوي بتبع ونخذ الاكزامبل زاد اللي خذيته اللي صار لها مش شوي بتبع وكتولي خاطر اسرتان توا كيولي ولا دو بيرسوناج بيبليك دونك دو بيرسوناج بيبليك العباد باش تعقلك كيفاش باش تكون رياكسيون تاعك مع العباد باش نخدم معاك اكزومبل واحد اخر ريت الفازه اللي صارت هذه نفسها صارت مع امينه فهمت ولات اسرتان هو بيرسوناج بيبليك والعباد هكا وتوا ايه اما مش كيف كيف امينه فهمت من ماهيش فيكتيم كمان هي شوا نتاعها هذيك ايه. اما نحكيو لهنا تونسي ما يفارقش بشوا متاعك وشوا مش متاعك باش تعامل معاك كيف كيف اي هذاك علاش انا نحكي انا هي. مثلا امينه فيمن كان انا هذيك حبيت نفسره معناها اي امينه فيمن تونسي راه ما يفرقش فوالا ما يفرقش وما يعرفش روحه اللي هو الكلمه تنجم انت ما تعني لك شيء العبد هذاك تنجم من داخل يحسها على الاخر وكل شيء انا احكي لك حاجه على الطفله هذيا مثلا لازمها اول حاجه تعمل عائلتها من رايي انا تعدى على بسيكياتر مش بسيكياتر كيقولوا احنا بسيكياتر في تونس ديما يمشي في مخاخنا ليه واحد مهبول والواحد ما نعرفش شنو ليه لازم بالرسمي يتلهوا بها على الاخر الطفله هذا خاطر ما تعرفش شنو يصير في مخها بعد انا اول حاجه راه تبعد من الانتوراج اللي هو فيه اللي هي فيه خاطر وتبعد على السوشيال ميديا شوي صحيح حتى تبرد الحكي تبعد من الانتوراج ما نقولكش انا نعرفش على وين سمعت حكايه راه حق اللي الفيديو والحكايه كلها صارت قبل بستة شهور وطوت فضحت ما عرفش صحيحه ولا ليه معناها انا في بالي هكا الحكايه فهمتني اما مادام الحكايه طوت فتحت هكا ولا هكا زي كله اللي كان لازم يصير معناها تاع انتوراج وتتسكر الحكايه ويتلهيو بالطفله على الاخر ممكن ياسر تنقل من غادي معناها لازم بلوس باش نرجعوا نحكيوا في الحكايه يمكن عندها 6 شهور الحكايه صارت مش هدوهم كم تبارتاج الفيديو هذا نرجعوا راك في تونس تنجم تاخذ حقك كم تولي اي معاك على الاخر معاك على الاخر في الحكايه هذه جوست ارغومون حبيت نرجع باش انا اول حاجه راه عائلتها تاور الطفله ما نعرفش مينور ماهيش مينور ما نعرفش اما حتى كما هيش مينور راه في ريسبونسابيلتي نتاع عائلتها
معناها خاطر احنا التوانسه كيك خاطر هي من اللي تولدت مخلوقه هكا التونسي التونسي تقعد تحت والديك حتى اللي نتعرز ساعات يعرسوا يقعدوا تحت والديهم من رجلين هذيك صدقني يعرسوا بصغارهم وتحت والديهم اسالك حاجه الريسبونسابيلتي نتاع والديها هي توا كيفاش باش ياخذوا الطفله باش يخرجوها من الانتوراج اللي هي فيه خاطر ورا المهم باش تتعب الطفل بالطبيعه لاصحابها وعائلتها والغدرة غدرة السوسيتي تعرف باش يغزروا لها داو مش يغزروا لها فيكتيم فوالا انا هذاك علاش انا نحكي لك توا نحكي لك على هذيك لازم التونسي يتعلم يفرق ما بين فيكتيم وماهوش فيكتيم ولازم يعرف شنو يقول يعرف شنو يتكلم يعرف شنو يخرج من فمه خاطر راهو التوانسه ما عنده حتى احساس جمله تاع عبد طايح يزيد يعفس عليك اوكي فهمتني التوانسي عنده تفادليك كل شيء عادي يعورك يقول لك فادلك معك عادي يجاك يجي يدخلك صبعه في عينك يقول لك انغارت التوانسي كيكة يعني مش بكلمه قلت لك عادي قرع لك شعرك يقول لك فادلك معك شبيك انغارت كيكة التوانسي معناه تفادليك وهكيك نعم فما حاجات مش تفيد ليكم يعني بالحاجات اما اسكو هي في ايتا مونتا يخلي العباد انها تفيد لك معها ولا حتى كان هو ما يقصدهاش نجم تخلي العباد يفيد لكم معها ولا نجم حتى ذي نحكي لك على العباد العاديين معناها في سيتياسيون عادي لا تنجم تفيد لك مع عبد بكلمه حتى بينت بعضك انت وصعب تنسفد لك معاها نهارات يبدا يدخل بعض كلمه ديك تقولها له كل يوم تقولها له نهار نهاراتي دخلوا في تاف دخلوا في تريب في مخه ترى كيفاش تونسي باش يفهم فراجيل مونتالمون اول ما بالعكس كمل لا بالعكس هذا باش نصلحك عليها على الاخر باش نقول لك قعدت لا يمت كل نتفرج في الدوكيومونتير نتاعك يطلعوا يقتلوا في العباد ودرجنيا واحد معظمهم 90% واحد طلع يقتل في العباد سيريور كيلر الخطر بوه هو صغير عطاه تريحه خويا كان جيو لتونس لهنا يجيك عمك الشامبيون فهمتني تشوف الضرب اللي كليته وانا راني مش طلعت سيريور كيلر مانيش فراجيل احنا في الحكايه هذو تعرف ايش فراجيل التوانسه ما باش نقول لك فيش فراجيل نفسر لك نفسر لك شمعنى ايش قصدت لك بها فراجيل هذاك ما كلش سبته هو صغير وطلع هكاك دخل في التقاليد وعادات نتاعهم واحنا هكا مندمدمين يقول لك الربي فيه حاسين ومش مش موضوعنا احنا فراجيل في حكايه الشرف وكل فازات هذوكم وحكايه نكمل لك فيش فراجيل توس في فعامي يحمش بريشر تحط له بريشر عليه تحط له حتى الكيب ناسيونال خذها من الكوره تبدا ماتش صعيب وواحد يدخلوا خايفين هيك التونسي في فعامي ما يحملوش البريشر تحط عليه بريسيون تحط عليه واحد يدخل بعض بريسيون من بريسيون زيد مش سامح مش كيما بريسيون تاع عبد باش يلعب كوب دي مود كي اوه الولاد لازمكم تربحوا كيما طفله مسكينه معناها ماكله تريحه وشافتها تونس كامله عريانه معناها فما فرق كبير هذا ما هي مسميش بريسيون هذا انا نشوفها حاسس له هيوميليشن هيوميليشن ركز معايا انا هذايا راه بريسيون تاع واحد لعبه مالها الها لعب هذايا ثم روح في الحكايه ثم طفله معناها ثم عبد ثم انسان في الحكايه معناها دو كاليبر ديفيرون ماهيش نفس الحكي اما جوست حبيت اما ذي بريشر وذي بريشر معناها جوست حبيت نفسر لك هما ما في اما طفله معناها كيما قلنا لازم لو ثم سويت الحكي اوكي طفله اخذت حق اما بالله فما واحد كتب في الشات قال راهي اخت الطفله اللي ضربت ولا اللي ضربت هبطت فيديو كان عندك الفيديو بجاي ربي ابعثه خلينا نشوفوا الحكي بالضبط شنو هي وان شاء الله تطلع اخت الطفله بالرسمي مش عبد هذا كنت نقوله وانا شنو شنو الحاجة تخليك تقول هيك كان عندكم معناها اليوم بعثوه خلينا نشوف شنو هي الفيديو يقول انا اخت الطفله شنو هي انا اخت الطفله ليه انا ما نقولش نكبر نولي ام هذا عملتك انت صح ولبس حب يعملها معايا ريتو يا جماعه ريتو انا فتحتك انت كذاب حب يوقعني في الفخ بتاعه لا على الفوز هو في سفيس اخوي عبيد سريعه لهنا حاضرين على جنب ولا بارامون به مالا منظر لمحال 13 دقيقة اتمنى لما انظر ما لحالة هذا اللي كنا نحكي ليه والله ليه خطرها جيت في فريم دركي فيها هذا بارك اخوان 13 دقيقة اوكي اخوان بيك فيش بش نسمع خلنا نقصه موزيكا ادي لحظة تساور الحوار التوسي شو تعطينا كلمة اسمعني والله كان والله فلتني كان دخلني نبكي بس وا
وحبوا يحتموني. هاي صايب علينا انا نمشي في التريب هذاك تعرفني ما نسكتش هنا نعد اي ام برنسيب كيا لوبيس بس جديد ما عرفتش مش لوبيس بس جديد ما خاطر الصوت ماهوش سنكرو مال واحد عليه هكاك ولا اللي فهمت حتى انا قلت كان عليه لانه 400 خاطر البي سي تستلمي بيه ماهوش اش بي او مي هات هات الكاسك خلنا نسمعوا الساعة يا اش بي او مي خلنا نحطوا تشات على جنب من هنا ايه فيك حاطيك هكاك كمان ايش بقول لك رياكشن تاع العباد واش بيت 13 دقيقة تحكي يا اخي باش تفسر حكيكي منك كي تحب تحكي في دقيقه تي تقعد ساعتين تاك احنا نحكينا اكثر تو بري شكون هي هذه جاي بالبيت اي اخت اللي تضربت ولا اخت اللي هذه هي اختها هاي تعمل فكر ال 3D متى استنى استنى مزيت تركح اه اذي انا كناش نبدأ فيديوهاتي يخرج الواحد والله لا فهمت لا تشفى في الصوت على الاخر الصوت لاني حتى هنا على الاخر تحبش نضحك خلينا سريع جبت عاد في صباح خلينا سريع فك على الزاحي اه لايف على خاطر اوكي اه خاب فيديو اخليك في 2 مينوت تبدا تحكي صار ذي الكل من مزلت ولا مزلت اثره كيفاش عبيد حكيت عليه بالفاسون هذيك انطق انا باش ننطق والله العظيم ما تريت حتى كونيكتي تو كي ريت نريت حد معني خرج يشوف الموضوع بالنسبة للموضوع هذيك اللي صار ملكة دريدي الخامجة المسخة اللي هابت الفيديو متاع أختي هي والعصابة اللي معاها هذيك كانت أنتيمت أختي أنتيمتها بالكدي بالكدي صحاب هي وياها وتجي للدار شو تعمل ياك انت نار شنو نتصورك نبتك عريان بيك مش تصورني نبتني عريان قولي نحضر روح نحج دريدي بلا تفاهم تياك كي عندها 6 اشهر بالنسبه للناس رسمك هاو من نحكي عليه وين 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 هذاك بليل سيس يا هذوما العباد اللي نحكي عليهم انا سميه بالاسم ولقب بليل سيس اللي ما تحشمش اما ان شاء الله يا ربي بوك ولا امك يتفرجوا في الفيديو هذا بليل سيس 23 نار 23 مقمرين وبالنمبرو في الدار خوار قصف والله يا بليل برا صاحبي حزك بودكاست كشت لايف واحد اخر قاعد هكي يا صاحبي وبرد و هبط البارح كيفاش وعلاش الاسباب هذيا مازالت ماهيش معروفه لحد الان معناها هي بدا اذا اختي حالتها النفسيه تعبه برشا هذيك نحكي على الاخر زاده كانت صاحبتها تجيب حذاها صحاب كاي صحاب زوز يقراو مع بعضهم وجوهم به على الاخر قالت لها اختي يعني انسان يتبع فيه انسان خامج انسان مسخ يا مسخه ما عادش تتبعوا ابعد عليه فاسون مش هكيكه يعني مهم قل لي انا احكي هكايا قالت لها باهي ولاو رجعوا اصحاب نورمال هيا نخرجوا نعملوا قهوه هيا درشنايا حندرت اختي هي واختها اميمه وهزوها البلاصه اللي ريتوها في الفيديو على اساس خارجي نورمال قالت لها بدل حوايجك ويجوا نخرجوا وصلت غاديكا اختي شادين عليها سكينه وشادين عليها شادين عليها سكينه نحاول حوايجها وراها واد قالوا لها اسكو باش تدفع رياكسيون اي حكايه راك باش نطيشوك لهنا وباش نضربوك بالطبيعه ماهيش باش نجم دافع على روحها بالنسبه للعباد هم شربينها حاجه هم بلعتو ماشيين غاديكا باش يمارسوا علاقات جنسيه منين تجيبوا فيه الكلام هذايا منين انتم عايشين معاهم فهمت على شنو نحكي لك انا العباد كيفاه نكملوا الكل نكملوا الكل فهمت الرياكسيون تاع التونسي كيفاه تاع ما عندوش ضحيه هذا اللي نحكي عليه هذا كل قلت لك موجود هذا قلت لك حكيته لك انا بيبي قلت لك موجود لحظه هذيك باش تحكيوا كلام كيما هكايا شي حبس المخ بربي عليه هكاك تحكيوا في كلام ما تحسوش والدين معناها راهم يقراوا في كلام كيما هكاك فامي ماهوش لوجيك
وبالنسبة للموضوع تو نوصل، أنا أختي الصبيح هزيت الفرقة أبحاث بتفتيش متاع منوبة تكفلوا بحكايتها، والنورمالمون ملكة وزياد وأختها توقفوا لحد الآن، هذا اللي سمعته. ومانيش باش نسكت على الموضوع هذايا، أنا المطلوب من نعرفش منكم الكل، العباد هذوما يتحاسبوا علاش راهو فيديوهاتها تهبط، مش طفلة ومش اثنين ومش 10 ومش 20، ماهيش اختي كاهو تضحية فيديوهات كيما هكايا، راهو فما 6000 فيديو 6000 طفلة تهبط في حياتها كيما هكا، علاش واحنا التوانسة نزيدو نكبروا موضوع نزيدو نبرتجيو ونزيدو نهبطو، ما هوش لوجيك. ومهبطين الاخرين، اختي انتحرت معناتها لاباس عليها، باش تاخد حقها، ماهيش ضعيفة للدرجة هذه باش تمشي تنتحر لا لا وامشي. يا جماعة، الصوت قاعد يتقص بالفيديو، هو كيك خاطر هي عملتها لايف، مش تعمل حكاية علاش ما شكيتوش بيهم؟ على خاطر ما شكيناش بيهم، اختي ما كانش عندها حتى بروف على الموضوع هذا، الفيديو ما كانش عندها، وصل لها الفيديو البريود هذايا، وعلى فكرة لو كانوا مهدينها به الفيديو هيك قالوا لها انتي كان باش تمشي تشكي احنا باش نهبطوا ونفضحوك. اختي عمرها 18 سنة، مو خزير، ماهيش فاهمة اللي هي كان مشات شكيت قبل ما يهبط الفيديو تصير الحكاية هذي، كل يوم باش تاخذ حقها منها زيدا. انا بيتي ما كانش في بالي بيه الموضوع، اللي كنت نحكي فيه مع مش أسطى. برشا تعرفوا معاها، اول البنات شكون بيهم الناس الكل جايين معاها. احنا شكنا انا على الصبيح هزيتها الفرقة ابحاث وتفتيش متاع منوبة، وهما غاديك بحثوا معاها وبعثوا فرقتهم باش يشدوا ملكة وميمو زياد، وانا حسب اللي سمعته من العبيد اللي معناها العبيد شدوهم اعطاهم تريحة والحاكم جاي هزهم، هذا اللي نورمالمون حد اللي سمعته توا. اما اختي والله يرحم اللي والديه تستاهل ملي بالضربة. حيتوه جملة، معناها ما عندناش خوت فل، احنا ما عندناش خوت فل، كان جاي عندنا خوت، انا معنا كان بعضنا انا وياها، كان جاي عندنا خوت فل راهو واقف معاها، ما يخليش تبي تحكي كيك، ما توصلش حدا مصر كيما ملكة، تي ملكة امها ماهيش علمة منها، تي امها ماكلة تريح منها الطفلة هذيك، امها تتشكى منها، امها تاكل في المصبت ما عندها ليل ونهار، واحدة والله هي صغيرة مش صغيرة، ما بين نقولوا احنا كما قلت انتي صغيرة في العمر، وهيك صغيرة في العمر هاي تعرف الفسيد وهاي تعرف الشرب وهاي تيه، نهار اللي شادت اختي شاربة وحبت تغصب على اختي انها تشرب معاها، وعبيت تهبط لي اختي دروغي واختي تستعمل مخدرات، راهي شنو عمرها 18 سنة راهي ما تعرفش، عادي يعني مستنهزها اختي انا تعمل تحليل على الحكايات اللي حكيتهم الخباب اللي طلعتهم فيها، وهبطت لكم كابتن هنا في الجروب. جروب الويو يزك بالنسبة للعباد نخدم اللي على الرواح. سبت، انا غضتني حكاية البارح كي هبطت في جروب اخر قلت معناها عيب يزي واختي هكايا، الاخر داخل الكونت نتاعي بلا يثبت في صدرها وظهر فيها كلها على يرحم عمي درشنية علي يا بابا، انت تصور اختك ما تهبطش، اختك تصور بنات عمك ما يهبطوش تصور، ما ناش هابطين صورة في بيكيني راهو مهبطين صورة محترمين، لا معارينا روحنا لا حد شيء، باش كل واحد مسخ يدخل البروفيل نتاعي والبروفيل نتاعها يقول عم يرحم عمي، هذوما عائلة كاملة عايش معانا. انت لذلك كنا نحكيو عليه في لا التونسي، لا ما لا الفيديو انا كان جاي في بالي بها من قبل، انا في بالي بالمشكله من اللي صارت، من نهار اللي صارت المشكله حكيت لي اختي قالت لي ماني راني تعاركت انا وياها، لقيت فيديو لقيت عريت بالطريقه هذيك، لقيت لي وصلنا لمواصلنا بالطريقه هذيك، ما قالت لي حد شيء، انا كي ريت الفيديو البارح تصدمت، انا بيدي مصدومه معناها مانيش فاهمه حد شيء، كي حكيت معاها من كثر ما هي مفجوعه وما هي تعرف اللي احنا في تونس تبارك الله معناتها نفضحوا ما نستروش، قالت لي نورشين باش ناخذ حقي باش نتكلم، قالت لي ما عادش ما حاجتي بشيء، كان كي عرفت كيفاش حكيت معاها شوية، وفما برشا برشا يرحم والديهم جاوا على الفيسبوك نتاعها حكيوا معاها لما وتفاعلوا حكيت لك معاها، عليها الناس من اللي تفاعلت معاها هي اللي زاد قويتها، راه الناس اللي بارتاجيت معناها حست بيها هي قلت لك اللي ما زاد بارتاجوش، ما قويتها كانتش بتاخد شوية حقها. باش نجم تتكلم، هي ما كانتش اليوم باش تدافع على حقها جملة راه. اما ريتها الحكايه مش شرتين، عرفت؟
ثم عبيد هكا وثم عبيد هكا ولا اما انا اللي نحكي هاي تسكر نورمال مو الفيديو ذا راه يتسكر الحكايه الكل اوكي ما تعملش كيك هذه اه باش يطلع السيد بر معلش كيك خليها هيك بروفيسيونيل باش كان نتحب نكملوا الفيديو ولا يزي اون برانسيب خذينا منه خذينا نطولوا برش الحكايه اللي كنت نحكيك فيها رجع الموسيقى اخويا صحيت بروفيسيوناليزم انا عاجلك الحكاية اللي كنت نحكي لك فيها انا نتاع العبيد معناها ما يفرقوش ما بين عبد فيكتيم وعبد ماهوش فيكتيم الكونكلوزيون خرجنا بها بكر اللي التونسي ما يفرقش ما بين فيكتيم وعبد ماهوش عملها هو بشوا نتاعو وخذيت ليكزامبل تاع امينه في منك في شعرات الروح وهذه اللي هي بالضرب باش عرفها معناها ما همش كيف كيف هو التونسي تعامل معاهم زوز كيف كيف نفس الفازه ولدي قال لك جست شافوا الفيديو دخلوا للبروفيل نتاع اخت الطفله الجمله قالوا هاي كنتم لكل العائله هكاك جست على خاطر مهبطه تصور على فيسبوك راهم التوانسه دين ام متخلفين هذوما هي فما توانسه وفما طوانسه فهم انا هاو كيفاش شو بالرسمي برشع برشع بيد متخلفه متخلفه ما تعرفش تتصرف الحكايات كيما انا كي فما التونسي رحمه وفما التونسي مش رحمه جمله نقمه معناها خاطر فسلك حاجه تو كما قلت لك هي طفله دخلت في ايتام تاع مخها ترى كيفاش شيح العباد اللي يوقفوا معاها راهي انا سوبر مورال يطلع لك ويتقف معاك عباد تعرف ان انت قوي وراك عباد راهي قويه معناها تتعامل مع فهمت اما راهو يوم يقفين معاها خاطر الحكايه جديد طول المده العباد كوبشش بدي روحها معناها معاش معروف ما قلت البيه المشكله فيش البيه ما داومش والخايب باش يدو والخايب يقعد عرفتك الكاريره هذاك هذاك علاش نحكي لك انا وقت اللي قلت لك تخيل بعد ما عرفش قداش من عام باش يجي اه انت الطفله نتاع الفيديو هذاك اه انت هكاي اه فهمت هذوكم العباد اللي باش يقعدوا اللي هذوكم مش بش... هذوكم باش يكبشوا فاضي يشغل اما انت حماليز ما مكي وناس مش يقولوا اليوم كرهمش بارتاجي قاعده كيما قالت لك زدك بارتاجي والعباد هي خذت حقها الطفل اي باهي اوكي خذيت حقها تو سي بون وقف البارتاج علاش تو العباد تسال على الفيديو حتى في الشات يعني اه وين الفيديو يا كهو يز حبس وحبس غد قلت لك انا قلت لك قلت ديجا قلت لك كارير معناها تونسي ويكبش وما سي قلنا وما يعرفش حدوده وما يعرفش هذاك الكل اما زاد راهو باسمكش تنكر اللي هيك بارتاجيت راهو ثم الباهي وثم الخايب في كل حاجه معناها بالطبيعه باهي نتعداو للسجل من بعده حس ان طولنا فيه هكا شويه اما شنعنا خاطر شنعنا وجيت معاها الفيديو هذيك هي راهو ريتو انا السجل كي نبدا نصرح مانيش متفاهمين راه باش نطولوا فيه في الحديث صحيح عادي نقعد الغدوه عادي نقعد الغدوه نتعاركوا ونتناقشوا راهو هكاك اما الكونكلوزيون اللي خرجنا بها برشا عبيد عملت كما قلت انت اللي عبيد تحب بعضها وعبيد معناها بالرسمي حابه تتعاون وبرشا عبيد متخلفه ومصدقين على دونك ونخرج الكونكلوزيون اللي راه في تونس ثم الباهي وثم الخايب ثم تونس وثم تونس وفما حاجه واحده اخرى باللي احنا بنحكي عليها قالت بالكش باينين قاعدين يسكروا اي اوكي باين نفرض الزوز قاعدين يسكروا عندك الحق تعمل هكاك والفيكتيم هذيك تولي مش فيكتيم معناها يجي ما ثم حتى حاجه لاحظتها تخلف ممتازه قالت لك هما يشكوا في اختي متعاتي حاجه انا نهز نحللها قاعده تبرر انا ما نلومش عليها مكيره قاعده حتى هي عندها بريسيون قاعده تحاول تبرر تحب تخرج من البريسيون هذه ما تلومش عليها هي فاش قاعده تحكي اما هي ما وصلت حكيت لك هذيك كان عبيد قاعده تحكي فيها مش واحد مش اثنين ما تركاش بيصير باش تحكي على الحكايه وتحاول تدافع على الاخر حاصل نرجع تو للحكايه نتاع البيوت نتاع البودكاست هذا الكل باش نحكي معكم من الاخر وبصراحه نعرفوا لي الكوميونيتي نتاعنا فيها برشا دي جون معناها كل دي جون من 12 سنه حتى كشي 20 سنه وكل شيء راهو البيوت نتاع البودكاست نتاعنا باش حسيت عندنا ريسبونسابيلتي نتاع رانا باش نطلعوا جيل يا اما الجيل هذا يطلع باهي والا خايب هذيك عليها سامي ما تشوفنيش الا راني نقول لك نشم في الغبره والفازات هذوكم الكل فهمتني نتاع بالرسمي نحبوا نصلحوكم يا عبيد راهو ما يجيش تعملوا هكاك نحبكم تخرجوا بها الحكايه هذه بالرسمي راهو فما عبيد تحس بالله تخيل لو كان بعد 3 شهور ولا حكي كيما هكاك تسمع بالطفله هذيك انتحرت لا قدر الله ولا حكي كيما هكاك شنو باش تكون الرياكسيون نتاعك انت كعبد لمت الفيكتيم خموا شويه فيها الحكايه تفرجوا في ثرت الريزز واي ام بالرسمي خموا فيها الحكايه خموا فيها راهو كلامكم ينجم بالرسمي يعذب عبد ليش كان باش يصير له كيما ثرت الريزز ايه نتعداو للسوجي اللي بعده نخرج شويه من الداركنس هكايا فهمتني السوجي اللي بعده خويا شنو هما الكرونيكور نتاع زحل اللي جيبوا فيهم في التلفزيون لحظه
قبل اوريس اوريس تعاودها مره اخرى تاخذ بار. وين اوريس تو ياخذ تو بار هاي سيدك ياخذ تايم اوت هو البار نسيت شيخ احنا جايين نصلحه ويكتب في التركيفيش نسيت عن شي عندك فيه جيل خايب ليه والله ليه والله حاس الجيل اللي طالع توا الجيل باهي سيرتو اللي تبع معناها في الجيمينج وكل شيء حاسه أفضل حاجة الجيل هذا الباهي ولا أبهى والخايب ولا أخيب تكونوا واضحين ال باي ذا واي راه نفدلك قلت شم غابرة وكل شيء جالي فيش جاوني به جست معناها حبيت نوصل بوينت فيو أول حاجة جات في مخي راه هكا شبيه مكت ليا في الزمن شبيه مكت لابس بالرسم شبيه مكت لابس شبيه التونسي كي حاب يتفرج في حاجة تونسية عبد يحكي بتونسي ما يلقى ما يتفرج اوتوماتيك مو مش يلقى روحه يتفرج في اليوتيوب يعني مش يلقاني انا وياك غادي فهمت اما عليه هكا بالرسم علاش في تونس فما حاجة قاعدة تدور برشا ليه صاحب صنعتك عدوك مش حتى صاحب صنعتك عدوك انا وشني نشوف لك ايه شني اللي ماشي في التلفزة بوز لازم بوز فما حاجة لا نعرف لي احنا مش نحكيو على الكرونيكور سبويل الدقيقة الجاي اما فما حاجة انا رفزتني على الاخ متاع اكل المرأة العزوزة مسكينة اكل اللي فما مرأة عزوزة حسلوا عديوها في برنامج ما عرف شنو بالضبط اكل اللي رعبدوها هذيك نهار كامل وما يخدموا بها راهو ناعدين زحل هالدرجة بين هي مسكينة مرأة نية على الاخر واللي في مخها تقول بينك هي عادوا لها فمها ودبرت عمره وصلحوا لها دار قد ما مشيش عمره خبيت ليه خذيت من بعد بجيره كيما دويلها بلاش خذيت اي وصلحوا لها دار والله فسرك حاجه اخي نكمل معناه خدموا به ومن طوع عونه ثم هاك وثم هاك لحظه نكمل البوينت فيو بتاعي وبعد تقول لي اي خاطر هو ثم علاش ثم سلكتها هاي خاطر اجي نشوفوا قداش من واحد يخدموا به وبعد في الاخر يطيشوا كيس سوا كرنيكو كيس سوا معناها فيو في جيو معناها في ال... اخر مره صارت معناها ما شعلينا فيها شعلينا في الاسامي معناها فهمتني صاحبي ضمها معناها تلافس كيفاش ولا تخدم سيستم البوز علاش سيستم البوز انا راه الحاجه اللي قهوه ارجون فاسيل اش معناها كيما نرجعوا بيه للبكري التونسي حظب والتونسي الحاجه الخايبه كابش فيه اكثر من البيه وهما شركات ما عندناش تلفزه في تونس عندنا تلفزه واحد تلفزه وطني البخي كل شركات شركات في الاوديو فيزويل سبونسور انا نحكيكم حاجه على التلفزه اللي ما تعرفوهاش تجي تقول له باش نعمل البروجرام باش نحكي على البطيخ يقول لك فما سبونسور تقول له صاحبي عندك 200 مليون الشهر هذا اوكي اعمل البروجرام على البطيخ ما يهموش باش قاعد تعمل جست نفسر لكم الحكايه قطر ما دخلنا فيها ليش كون باش تجيب انت حد تقول له باش نحكي على البطيخ واحكي على اللي عم بعد المهم عندك 200 مليون هذوك باش يدخلوا داك اعمل اللي تحب خويا انت يقول له باش نعمل البروجرام على البطيخ وبعد جيب رقاصه تشتح ما يخلقوش المهم عنده الفلوس هذوك باش تدخل اما ليه انا نحكي راهي المره ما تعديش في برنامج واحد دوكي كنت عديت في برنامج وعاودوا جابوها قلنا ها نعمل لك عمره وقدين لك كي يسيبو هذاك سيستم اما يزحي راهي تعديت في 7000 بروجرام هذاك سيستم البوز ما اي نتاع كينك تعرف انك كيفاش تشوفها الحكايه نتاع عبد فقير تنجم تستغله وتمص وتاخذ بيه اللي حاجتك بيه نتاع ياسر خايبه عليك حاسس نرجعوا الموضوع هذا هي راك باستغلالك باستغلوا المراه فوالا ما نحبش ندخل اكثر في يغزروا لها فلوس ماكي ما عادش يغزروا لها هذاك علاش نحكي علاش اي حاجه كل شيء على البوز عليه خاطر إيه خاطر وصلنا توا البوز خاطر العباد تبع البوز كجات العباد ما تبعش البوز وكيلقى حاجه خايبه كيما يغزروا لها ما بارتاجيهاش كيرا المره الاولى استغلوها المره الثانيه استغلوها ما يدخلش يتفرج ما ينزلش ما تعملش فيوز ما تخرجش في كاستيغما كونسي وما راهم ما يجيبوهاش اما هما يعرفوا العباد باش يتبع الحكايه هذيك هما ما عادش يغزروا لها اما زاده ما تنساش اللي راهو التلفزه هي اللي تنجم ديفلوبي شخصيه نتاع عباد زاده راه خاطر احنا ما نتفرجش في التلفزه فما عباد كل يوم قدام التلفزه اوكي كان كل يوم قدام التلفزه بشويه يحاولوا ينتجريو حاجات تبقى الحكايه هذي تولي امشي معاك الحكايه هذي تولي كانت التلفزه كل تمشي سيستم واحد اما تونسي تاو بروجرامي بوز ريتم قاش في الميسيون هذي بوز مشي لاوش في الميسيون الاخرى بوز هو اوتوماتيكمون هذي يخاف لي يمشي يهرب عليه الاخر دوك يقول انا من بوز انا اكبر وتقعد له الحكايه شكون اما بحكيت البوز راه وصلوا حكايات مش نورمال يا اخي تتذكر وقت لي فيكي او دراشكون تعارك مع دراشكون في استوديو وتخدمت ودراشنية واحد تاع بوت تيلي علاش يقولك عادي يعملوها مش معناها حاجة بيه يا را اي في بالي يعملوها احنا نحكيه متاع لازم يوليو ما يعملوهاش متاع
راهو برشا الحاجة الوحيدة مكي باش يدي راهو. اسمع علاش اخويا علاش ديما نحطوا العباد الاخرين غالطين واحنا صحاب يدي راهو باش ما عادش يعملوه لازم العباد ما عادش تبع هذه الحكاية هذيك. راهو انا وانت وغيرك وغيرنا وغيرنا اللي يتفرجوا في التلفزة راهو عندهم ريسبونسابيليتي باش الحكاية هذيك تصير. اي اباه باش نفسرك حاجه العباد اللي ما في بالهاش انا نمن بحاجه على الاخر اللي يطلع فيس يطيح فيس معناها شنو معناها اكزومبل ريان جالا 2014 درا شنو اباه طلع على الاخر والعباد اللي كلها فرحانه بيه اوكي ريان تعدى في التلفس اوكي توا ريان وين ما فهميش اسمه ولد عواطف اوكي ولد عواطف طلع في التلفزه اوكي هبط زوز اغاني ماشيين اوكي بعد بريود باش يطفى متفاهمين شكون اللي خرج منها ربيع بودن ربيع بودن جات بريود تونس كامله تتفرج فيه ربيع بودن جابوه في التلفز من المطار كيفاش المطار تسكر تك يتيح اما شنية تلفز اي حاجه طالعه تخطف دينم تخدم بها وتطيش تخدم بها وتطيش فلوس هذا هو راه مش هذا السوجي نتاع الحكايه فهمت اما وان شاء الله ما توليش الحكايه هكا في اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله انا نذكر الانترفيو نتاع سمير الوافي يعني ليش برشا في حياتي اما نذكر ما عادش نبدا سامي ذكرت حاجه انا ما عادش نبدا سامي خاطر ما يحبش الحوار واي حاجه في الحوار تثبت لنا فيك لي نايس والله ما نشدوكم اليوم في الحوار نوريكم كيف فهمت اخويا فهمت كلمه شكون بالقناه هذيك اللي عطتنا كلي قال له مازال جمعة قالك اول تليفون يجيني بعد ما خرجت من الحبس اش قالك كنت تخدم الجمعة جاي تخرج تخدم انت ميسيون تي نورمال الحكي يا اخي باش نحكي لك حاجه انا تو ماشي نورمال جمله لا باش نحكي لك حاجه انا تو يا اخي انا خرجت من موزايك من هنا تليفوني نقز تلفز تحب تعديني معناها اي عبد هكاك اي عبد هذيك علاش انا فديت منها الحكايه تاع تعمل اي حاجه على خاطر البوز اوكي اي حاجه على خاطر البوز مش على خاطر البوز اجي اصلحوها ماك مش على خاطر الفلوس قد اجي نعملوا فازه لهنا البوز يقال فلوس يعني بعض نقول البوز نقول فلوس مش لعبت تفهم فاش قاعدين نحكي خاطر راهو كي نقولوا شركات ماهمش لافز ماهمش يعملوا في الميديا ماهمش خاطر بصحافه معني ماهمش يعملوا بصحافه مش يوصلك في المعلومه ولا قاعد يجيب لك موضوع يتناقش فيه هو مشكلته غادي كيفاش يجيب سبونسر باش يجيب فلوس واش يجيب سبونسور يجيبها باللوديما فاهمك فين ماشي بالضبط معناها فاهم معناها كل ما الحكايه ذي برشا عباد ما تفهمهاش لازم نفسره كيفاش يخدموا القنوات عندك اوديما اكثر كي تجيك شركه نقولوا اكزامبل ريد بول باش تعطيك ملي تكون 100 مليون اوكي عندك اوديما اكثر باش تاخذ 400 مليون معناها تعمل البوز تعمل اوديما ولا اوديمات ما نعرفش كيفاش تتسمى حاسه تعمل فيوز فهمتني يجيوك اكثر فلوس اوليما فهمت هكاك الحكي ان شاء الله ما توليش في اليوتيوب ان شاء الله يا ربي ما توليش في اليوتيوب الامنيه الوحيده مطالب نعطي راي في الموضوع مطالب تعطي رايك بالطبيعه مازال راه تعال دخلنا نحكي في السجل اللي حشنا بيه تاع سبونسور فلوس ليه انا والله فسرك حاجه الحاجه اللي عجبتني في اليوتيوب معناها لي لعبيت كل تي في اش معنى عبيت مثلا عبيت تبع تعرف هذا عنده الكاليتي هذا عنده الكونتيتي هذا فهمت خاطر اغلبيه اللي يجي اليوتيوب حب يهرب من التلفزه فهمت دوك هارب من حاجه هو ما تصورش هارب منها بشي جاي في اليوتيوب صحيح لوجيك يقول هكا اما من داخل التونسي يقعد تونسي زيد راه اش معنى التونسي يقعد تونسي ساعات يتبع عندك اللي ينفح على حكايه هكا فهمت ولد راه كيفي يا اخي ولد عواطف منين طلع من الانترنت ربيع بودين منين طلع من الانترنت كلها معناها طلعت من الانترنت نرجعوا طلعوا هذوما كل من الانترنت نرجع لكلامك انت من الاول اللي هما طلعوا فيسا حبتوا فيسا خطرها نفحه كما قلت انت يطلع فيسا يابد فيسا فهمت نفحه دونك هيك علاش راها ماهيش باش تولي في الانترنت الحكي حاس تجي بيريود اما تيح معناها ان شاء الله ما نصورش ما نعرفش هكا مخي يحكي لي معناها ان شاء الله ان شاء الله باهي علاش باش نحكي احنا على الكرونيكور باهي انت باش تحكي اكثر خاطرني انا ما عندي حتى فكره شكون هم شكون انا عارف كل واحد ليه مش نحكي على خشبيك مش نسيت نحكي له مش قلنا مش نحكي على ليه اللي نفسر الحكايه للعباد باش ندخلوا نحكيوا في شكون في قلت لي درا شكون تعارك ما قلت لي شكون هذاك البي الزردي والاخرى تعاركوا وين يخدموا هذو يخدموا في نخدموك لي ما يخدموا في القناه اللي ما نجموش نسميها خاطر خرابيش نتورك تعمل لنا كلي صحيح
احنا نوليو من دو مشينا لسانك تول من بعد لاناش باش نحط لكم فيديوهاتكم سي بون يز بي ما تبعتش شنو العركه بالضبط حسب ما فهمت عركه تافهه حكيت تافهه معناها من غير ما ندخلوا برشا في الديتاي خاطر ما ظهرليش يعني والعباد برشا معناها اما علاش ما فيش قام انا مش نسالك سؤال بالرغم ما عندي حتى فكره شنو هي الحكايه وكل شيء توا كان الحكايه ما حاجتهمش باش يعملوا بوز اوكي اللي هي ما نصورش راهو من شكون اللي تعارك شكون شو اسمه اللي تعارك بيه وخول بيه ما نصورش الحكاية من بيرم وخيري نتصور الحكاية من البروديكسيون ما كانوش ينجموا يقصوها العركة فسروا لهم زي نفسروا لعباد الحاجة اللي راهم يصوروا قبل بنهارين وقبل بثلاثة ويقعدوا يمنتيب ايش معنى يقعد يعني نتكلم عنهم الحكاية ذيك قبل بنهار مش منظلمهم عما يصير المقص ايوا هكا ولا هكا باش تمنتي ايوه حتى قبل بساعه عندك قارين حسابهم من المونتاج ماهيش لا صحيح عندهم قارين حسابهم من المونتاج كان جاو ما عينهمش يعرفوها مش في صلاحهم الحكايه مش باش يخدموا به يقصوها في المونتاج بالطبع خاطر اي حاجه بترزق بتساعدوش وتضره في الايماج دو مارك نتاعو ولا ما دخلوش فلوس نرجع نحكيو راهو باش يقصها يقول لك الوقت هذاك نربح به حاجه اخرى دونك انا راه خدموا به الحكايه خدموا به يا اخي اخر مره كي تضربت تسمع في عينها كنت هاك اسم دينما اللي ديما تعمل في البوز دي اسمها اللي المخت اللي قالت معناش رجال ولا شنية اسم دينما كعبول دي بالرسمي اسمها غير عاد انا كعبول نسيت اسمها هذيك مريم الدباق هذيك هي كي ضربت بونيا في عين وهبطت على الانستغرام اللي ضربت بوني ما خرجتش فسرت روحها في الانستغرام اما قاعده تفسر في روحها في التلفزيون قالت الاولاد اكتشفوا الجمعه الجاي علاش عيني زرق انت على الزحي وانا اخي رياكسيون تاع عبد عادي يضرب في عينه ويصورها ويهبطها على الانستغرام هذه بوز ياسر 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 يتبعوا توينس بهامه ويتبعوا بوز راهو نادين زعج نعمل نقرع شعري نحجم روحي يا كير نسبغ شعري بالاخضر فهمتني نعمل لكم بوز هكا على الزحي نطقتونا اخوي ياسر بهذا يا دين زعج بالرسمي سير على اخر توا تحبوا نعملوا بوز احنا توا اوكي ندخلوا نحسب رواحنا ما في بيننا بحتى شيء نتفاهموا عليها البر اسمعني صالح انت باش تخشمني بونيا فهمت سيلا والله سيلا على خير ندخلوا نحلوا اللايف انت موضوع قاعد نحكيوا فيه من بكري كم كوا واحد فينا تغش تخشم الاخر تخشم الاخر وتقص اللايف صح وصحيت وتو الناس كلها تمشي بورتاج فيسبوك اوه تعارك ودرا شنو يبكر لقيت روحك في الترند بيج معناها فهمت سيلا على الاخر الحكي صحيت ويجي فرو يكليبيها الحكي وبعد تابت انتي راي تجرب انتي تعمل ان دو تروا كات ولا بعديك بعديك فروي هبط يقول ان نجي مع مكي خاطر صالح خشمه بعديك تولي الريد تيم والبلو تيم ونعملوا ايفينمون افهميش بلو تيم اما بلو تيم بام ليه ياسر ياسر بالرسمي كثروا على الاخر يعني انا مجربي ما تفرجش وما نتبعش ما يمدي ما تبعش كما نرجع بكري ما تراكاش مرة اثنين ثلاثة اربعة باش تقول تراخى نشوف شنو الحكاية وكنت احكي بيه ما دمنا نحكيو على الميديا احنا باش نحكيو فيه السيجي هذا ان شاء الله المره الجايه باش يجيب احدنا لينكو بسيكويم نحكيو على البوم وكل شيء اما خلينا نحكيو على الميديا كي على الميديا سمعت انترفيو نتاع بسيكويم ولينكو في اي اف ام كاب اف ام بيه انت صالح احسب روحك بسيكويم وانا كونكوا المعلق اللي اسمها نوسا انا نوسا وتيتك نوس وتيتني يعني نكبر نولي ام امشي صحيح نوس اسلم السيد المستمعين معنا اسمح لي حوما هات مريتك اقضاني مراش من غير بيه عندي اسلم السيد المستمعين معنا بسيكو ويم ولينك وجيونا اليوم من تونس حطك صند الفيك تذيك عسلامة عسلامة مرحبا بكم الناس عندك برشا ما ظهرتش في الاعلام اي والله تم اقصائي انا من الاعلام في وقتاش تم انا حسيت تم اقصائك من 2011 كي وقت اللي الناس الكل معناها متغش عليك عملت بوليميك كبيره انت معناها هو كي تجي تشوف راهو انا اكثر واحد سب اي انت علاش سبيت معناها العبيد بالضبط انا جيت باش نفسر لك تو ركز معايا هو انا اكثر نقصوا نحكيوا على السكر فانواز
عندنا لهنا معناها الفريز بالسكر فاني وعندنا قهوه بالسكر فاني. شنو رايك فيها القهوه؟ ماكلش فريز. تو ناكلو وين الفريز؟ خايفين لاكلاشيوك. تحسنا نقزنا منيها من الواحد الدين من السيسم خاطر نفسهم وتحسهم نفسهم نفسهم بالضبط. علاش ما تخليوش العباد يحكيو؟ شرفه اه شرفه مش خليك شرفه احكيت رحت اي معناها جيت برشا بيريود برشا عبيد قاعده معناها قاعده تقسي فيك وانت كمان معناها تبدلت ولا ما تبدلت؟ 19 تخ شرفه قتني بذاك وقالي مزيا حسيت خاطر قلت حومتك مسوق انت مسوق ليه يعجبني في شرفه يتلف يخزر بعيد خاطر ولد عمدك عبد شلوت في ميجي ليه ياسر راه ما يخليوكش تحكي خويا برجوليه ميدوكس صاحبي فهمت رجله خويا يعطيك وقتك تحكي فيه من غير ما يقص عليك درس ساعات حتى يسكت لين انت لازمك تلقى ما تحكي فهمت عملها لي غير قال لي قال لي شبي ما عادش فهمت ذا تيم جاوبته هسرقات نفسر وكل شيء بديك قال لي ايش بك على كوانجي ديجا جاوبت فهمت اما فهم عبيد متاع المقدم تاع البرنامج ما يعملش ريشير الجملة نفسروها العبد الكل شوفوا فيهم 99% من مقدمين برنامج رأيت يجي قبل بدرج من بايعرف شكون الانفيتي يعطيوه وراق فيهم الاسئله مش ديما نكمل خاطر اغلبيتهم ما كيموش نفسهم الاعداد مش نفسهم 99% كيك تلقاه المعد نتاع البرنامج اللي هو اللي حاضر الاسئله واللي عمل الريسيرش نتاعو تلقاه معاه في اللوريات اللي يسال فيه يعاون فيه على الاسئله والريبونس مثلا انت جاوبت وكان بالريبونس كمان نسيت ما لقيتش كيفاش تحكي هو اللي باش يعاون وباش يحاول كيفاش يخرجوا من الحكي دونك 99% ما همش واحد بهذه حاجه اثنين شبيخ اللي شو اسمه اللي يقدموا في برامج في تونس ما يعرفوش بيفرقوش ما بينك تعمل في انترفيو وما بينك تعطي في رايك الشخصي لك ماكش ماكش محطوط غادي لك باش لك باش تاخذ معلومه من شخص توصلها لعبد ماكش مطالب انك تعطي رايك معني ماكش مطالب انت كي تجيب عبد هو يعطيك معلومه تقول له صحيحه ولا غلط تخلي اللي باش يسمعك ولا باش يتفرج فيك هو اللي وحده يحكم اسكو هذيك صحيحه ولا هذيك غلط خاطر انت هكاك توجه في العبيد فهم؟ انا برشا حكيت التوجيه هذا يزيد في الوه اما لي انا كيفاش نشوفها ريت البرا كي باش يجي ارتيست نقولوا اكزامبل نعطي اي ارتيست كيتي بيري اكزامبل باش تجي مثلا البرنامج نتاع جيمي كيمو ساعة عندهم قبلها ريهرسل يسميوه شنو هي ريهرسل نتاع يعملوا البرنامج قبل ما يتعد بروفا الأسئلة تكون هي عارفة الإجابة متاحهم كل شيء ثم برامج في تونس كما كانت لاباس قبل كما يعطيوا الأسئلة للإزانفيتي وما تعدك هذا حتى كيسيون كان ما تبدأ ويعملوا ريشيرش معناها أنا نفيد كي نشوف أرتيست ساعات ما عنده ما يحكي وتجايبينه في التلفز جيت بريود مانيل عمارة يجيبوا فيها جست مانيل عمارة السلام مانيل عمارة جيت بحذين اليوم ما عنده ما تحكي مانيل عمارة وكها يجيبوا مانيل عمارة يشرب معها بالعظم ولا خاطر جوست يعرفوا العاب خاطر يعرفوا جوست مانيل عمارة ما تم حبست ناحت لك وين مانيل عمارة مرة خاطر يعرفوا مانيل عمارة كيف جيب جيب روك ميني والعبد تحط سيق على سيق وتطلع الفيوز دي ما يمشي هكيك الحكاية متاع ما هيش حكيت بس امل الممثل وقولوا اكزامبل تو باش يخرج جيم اوف ثرونز غدو الكاست بتاع جيم اوف ثرونز يعمل بريس تور شنو هي البريس تور هذا يدوروا في اليو كي في استراليا وين معناها اللعبه تتفرج البرامج بتاعهم ويعملوا لهم ديز انترفيو ويمشيوا تيزبل التفريق ويمشيوا لل معناها للبرامج هذوما كيما احنا عنا لاباس وما نعرفش شنو هي ويقعدوا غاديك يسالوهم على الشو اش عملت انت معناها في الكاس شنو هي احسن لقطه عندك مثلا صورتها شنو هي معناها يسالوهم اسئله على البروجي هذاك وشويه تفريق احنا لهنا عندنا الارتيست هذاك مليبل شنو معناها معناها انت صالح اوكي ما نجمش نحكي على صالح كان ما نحكيش على اكزامبل العركه نتاع ذا تي اكزامبل ما فماش ما يحكي عليهم يا ماك شنو ما فماش برودوي خاطر انا تحكي عليهم انت من العماره وتحكي عليهم من ثم كل ما فماش برودوي كيما تحكي اي سامحني بسيكو ام وليكو وعندهم برودوي مش مستنسي ايه يعني هذاك اللي نحكيه معناها الصحافه نتاعنا زيرو اللي معاك ما يعملوش دير ريشيرش نتاعهم ما يعمل لك حتى ريشيرش تروى كاتك اللي شي بني عليهم
تروا كذا كيسيون ماهوش حد ستركتوري بالكدا ترى كيفاش يبدا ويمشي وذاك هو معمل معمل على اللي قاعد يقدم شي ديفلوبي ومعه في الحديث وكذا يحصل هو يحصل اللي قدام ويقولوا تعدوا اللي بعد تعدوا اللي بعد وشنو هي الحكايه معناها هذاك مثلا فوزي بن قمره اوكي نحكي له على علاش بطل المزبوط حتى حكي كان عنده 5 سنين جست هو شنو اول حاجه تجي في مخه للعبد هذاك فهمت شنو فوزي بن قمره ما هو كان مزيودي هذيك مزيودي دونك العبد كل تخوا تسال في روايحها علاش شي يامك فيه هو خذا ديسيجن مش مدخلك فيه انت كيفاش تجيبه باش تحكي على البروجي نتاعك كيفاش يحب يغزر كيفاش شنو يحب يعمل فن وصارت لي فازه كيما هكا العبد اللي ما في بالهاش صوروني اسمها 360 درجه الطاوله تعديت الحلقه الله اعلم عليه صحة يا ديزاين الأسئلة كيف كيف متاع أوكي ما يعرفكش يوتيوبر كيفاش تخلص من اليوتيوب قديش تخلص من اليوتيوب لكن الأسئلة تاع يغزل لك إنك حاجة ماهيش عاد معناها ما يعمل عليك حتى ريشيرش أنا مثلا نفرضو باش نجيب MVT ندخل على القليل نسمع أغاني قبل كي كنت في اسمه ميجاوات نسمع أغاني باش نعرف نكلا شي عرفتك تفدليك معناها حتى تفدليك أنت تعمل عليهم ريشيرش حاجة أنت كبريزونتاتور بتاع ميسيون كتحب تعطي انفورماسيون ما تعطيهاش غلط امين قاره مره جاي ما تقولش غنيت ايات نحات من يوتيوب وانت هي ما تنحاتش شنو قال الغنيت نحات وهي ما تنحاتش مش بيه سايب مخه حكي له كيك يذول السنه عملت فيه من هنا نتعداو للسجي الاخرين اليوم اناش باش نطولوا برشا كما قلنا لكم على خاطر جيت على غرادة بيه يا ساعه وربع خويا شنو حكيت لي صوص وحكيت الدخان وحكيت كل شيء غلي في تونس خويا والله احنا اندريت والله احنا اندريت داي والله احنا اندريت برا امشي وتول الحلقه الاولى الابيزود الاولى الثانيه الاولى ولا الثانيه مانيش متاكد يذول الثاني ان شاء الله تطلعش الثالث خاطر الثالث انا حاتها الحوار كوسي عم ما تقولش اسمه مسالح ما تقولش اسم يفادلك مش عليكم انتم نحكيو على الحوار نتاعنا احنا زوج تونس نعملوا في الحوار دونك يتسمى الحوار التونسي فهمت عندكم شي حاجه تكلمي وهذا به احنا قلنا في البودكاست هذاك نتاع وقت العبيد عام الجريب جنرال جنرال قلنا راهو كان باش يزيدوا في الشهري باش يزيدوا في كل شيء شنو يسار زادوا في الشهري وزادوا في كل شيء على خاطر هكاك الاقتصاد يخدم ماكش دوله مصنعه مو عندك حتى شيء يزيدك قادش حب نزيدك نزيدك اما راك وش عاود تصرفهم معناه شنو كنت تاخد 300 نفس القدره شويه تاخذها ب 500 هذيك وين تزيد وتزيدك 200 في الشهريه نفس الحكي هذيك هي حاصل الاقتصاد نتاعنا شنو تشوف البلاد باش تتحسن ماهيش باش تتحسن انا مقتنع بحاجه تونس مش باش تقوم لها قايم وضع اش نقول لك اي بلاد باش تتطور ولا باش تقدم ولا باش تصير لها طبعا حاجه لازم تكون موجوده في البلاد هذيك واعي عند الشعب وإرادة سياسية والحاجة الأولى ما تجيك ولا حاجة ثانية إرادة سياسية تخلق وعي عند الشعب فهمتني اسكو شنو معنى إرادة سياسية معناها اللي يحكموا في البلاد هذوكم يحبوا البلاد تتطور ويحبوا الشعب يولي كولتيفي جاتنا الدوناسيون اسمع زلت ما قريتهاش لا الدين My favorite streamer slash YouTuber love you so much from Denmark. Yo, my brother from Denmark. يحكيو باللونجلي هو from Denmark. نعرف الممثل تاع Game of Thrones اللي خليت الغنية تاع. إيه نورمال ما منقص في الصوت. الممثل تاع Game of Thrones دينش هذاك اللي يرقد مع أخته لانستر. عرفت كان هذاك من دنمارك. خلينا نعرفو كان هو من دنمارك. به. حكاية الإرادة السياسية فسر لي الإرادة السياسية الإرادة السياسية كلام كبير هذي أخوي علي صحيح من يخطك على قد عقل ما يسالش شيخ اخزر له شيخ هاي يا سيسال هاي هاني بيش نتربع سيدك وريني لا هاي علمني الإرادة السياسية عبدي ربع عيديه وربع ساقية أخوي كيك مخو يخدم كيك بيك فسرك شمعنى الإرادة السياسية الإرادة السياسية هو من اللي يحكموا في البلاد ذوكم يحبوا الحاجة هذيك تصير البوليتيسيان بتاع البلاد هذيك يحبوا الحاجه هذيك انتوا كنتوا تراهم اللي يحكموا في تونس يحبوا البلاد تتطور يحبوا الشعب يفيق على وضعه وهذا كل شيء دونك هذيك ما تسميش حاجه تسمى اراده سياسيه اراده سياسيه ما يحبوهاش تصير فهمت دونك مادام هو ما يحبوهاش عمرها ما تصير الحكايه هذيك حتى كان انا وياك نحبوها والبلاد تخدم ثم اللي يقول لك اخدم في بلادك توصل والمانيا ياخذ لك اكزامبل تاع المانيا وياخذ لك بلاد نتاع يقول لك جابون جابون وفي 20 سنه و 30 سنه وهما خدموا سويع زايده هي حتى اللي كانوا يحكموا وقت يحبوا البلاد تتطور يخدموا في مصلحه البلاد يعني
ما ثميش هذاك في تونس ما نقعد انا باش نحكي لك فاز علاش ماشي لليابان والمانيا بعيد. رواندا تفرجت البارح ولا وقت البارح ليه مش الاخرى مش البلاد اللي ترشحتها من مره في الكوب دافريك ليه بوراندي البوراندي ولا شنو هذيك رواندا حاصل له درا شنو صار لها في البلاد ما حكيوش عليها شنو بالضبط ما يحكيو كيفاش قاعده تتطور رواندا الفقر تحت صفر بارشا وكل شيء جاوهم شوي اعانات نتاع الجمعيات نتاع وذني وذوكم وكل الشعب شعمل جاتهم مشكله نتاع بلاستيك مشكله نتاع معني برشا تلوث وكل شيء طلع الشعب قال لهم اسمعني باش ربي طلع اللي يحكموا في البلاد تبدل رئيس وكل شيء نحكيو دينش اخويا انا ما نحكيش دينش الحكايه نتاع معناها التلوث ودرشنية طلع معناها الواحد يحكم فيهم قال لهم اسمعني باش نعملوا كوميونيتي حكايه حاصله معناها الشعب باش يخدم خدمه من غير ما يخلص شنو هي الخدمه هذيا باش ينظفوا الكياسات باش يعملوا هكاي باش تلهوا بالبيئه عندهم محميه وكل شيء 80% من الشعب هبط يخدم حاصله رواندا كانت في حاجه ولات في حاجه واحده اخرى جمله معناها الحكايه كل حكايه وعي هذولي اكثر غنيه تفسر الشعب التونسي عندي انا غنيه ديفازيت اسلم هف ناخذ معك اكزامبل واحد اخر علاش مشوا رواندا خاطر العباد ما يعرفوش يمكن رواندا كيفاش كانت اثيوبيا كانوا التوا كي بتلقاو جماعه قاعدين ياكلوا بزار بيقولوا ايش بيك مجيعه اثيوبيا يدير اثيوبيا تقدمت على تونس برشا رايتها اثيوبيا تمشي اجي نعمل كومباريزون صغيره بتونس شوفوا ما وين كانوا شوفوا احنا وين ولينا حكيت واعي وعبيت تحب تقدم حكيت ليدر كما قلت انت اراده سياسيه وكل شيء يا اخي اليابان ضربت بهوريشيما وقال لك يقسموا في باكو مقرونه ما بيناتهم وما نعرفش شنو الحكايه زاد ما تنجمش تلوم برشا الشعب اش معناه احنا عملنا ثوره قلنا اوكي البلاد باش تتحس انا صغير قلت صاي خرج بن علي تونس باش تولي نيويورك فهمتني اخويا كي يجي انت يشدها عبد ما يعمل لك حتى شيء وفي شيء فيش قاعده تشوف شكون وصلوا العبد هذاك تيش علينا فيش كون وصلوا ما بينات انتخب سامحني انتخب يا اخي لهنا ما قاعدين حدوا في المسؤوليه اي مسؤوليه لازمنا نحكي باه الشباب ماهوش باش ينتخب شكون باش ينتخب الشياب باش ينتخبوا اللي ركبت لهم عليهم هما انا قاعد نشوف تو ما فما حتى حد باش ينجم يصلحها البلاد على خاطر ما فما حتى حد باش يحط البلاد باش يوقفها على ساقي انا كيفاش نشوف كي نشوف انا فما حد يمثل لي افكاري اوكي كي نشوف انا عبدك انت فما شكون يمثل لك افكارك في السياسيين ليه من غير ما تعرفهمش ما فما حد ليه ما فهم بالرسمي ما فماش عبدك اللي تسمع وتقول اوكي ذا فاهم البيعه وكل شيء باش ننتخبه سي نورمال ماكش باش تنتخب اوكي دونك احنا مش باش ننتخب باش ننتخب الجيل الاخر هاي الجيل الاخر باش ينتخب اللي يحب عليه اللي يحب عليه ما يريقلش فهمت الدوره معناها انت تو كيفاش تقول نفرض واي خرج خويا بيجي قائد السبسي قال اي يا شعب حبوكم تنظفوا البلاد ونحبوكم تقفوا ما باش تنظف شكون شاو كان يحب ينظف لازم هو يتكلم اول حاجه لازم تنظف معناها انا نشوفها هكاك الحكايه انا نشوفها معناها ما فماش قايد سياسي ما فماش عبدك اللي تمن بالفكره نتاعو وراه ولا حاجه كيما هيك فماش عبد نمن بحاجه تونسي لازمك تسيب على تلقى ذريع شنو معناها تونسي ما تحطلوش انت الليميت نتاعو وما يحطش الليميت الروح تونسي ما تقولوش انت لازمك تمشي غادي في الوقت الفلاني وفي الوقت الفلاني وبتاع انت يفصل لك حاجه الادارات قص فيهم برشا روتار وقت اللي بدو عملوا بالبصمه هذيك قطر تونسي دوك ان كان ينجم يجي بل كيقولوا علاش ما يجيش يقول لك ترونسبور بعد كيعملوا هذيك ولا يخلط سبحان الله اش قلت لك تونسي ما يفهمش ليني ان راه تونسي ما يفهمش روحه ما لازم عبد عشد عليه عصا وبالسيف وخدم وعمل هكا وعمل هكا وعمل هكا تقول لك تونسي مش كي جيت لا شكون يقول له اهبط نهار لحد باش تنظف البلاد يسمح لي تجي واحد يقول له راك ما تهبطش تنظف قدام دايك نهار لحد تاخذ اختي اول واحد تلقاه كلهم السبعه ستة ونص تلقى الناس كل شد هاك تسنى في سبعة باش تنظف اي حكاية ليدرشيب ما فماش ما عرفتش كيفاش نفسر ما فماش هكايا عبد اللي يحسك فماش شنو تعرف وقتاش تونس تقوم لها قيامة وقت اللي جي تشي جيفارا من الأكبر والعباد تمن بالفكرة نتاعو يعني ما فماش عبد هكاك وقت اللي جي عبد مش يطلب احترام التوانسة يفرض احترامه هو على التوانسة وقتها تونس نجم تتصلح
فوالا وحكايه راهي نتاع وعي اكثر كما قلت. غنيت سينما هاف دي فازي عندي انا بالرسمي العقليه نتاع تويصه يلوح في الوسخ في الشارع ويقول شباب سكيزوفرين سكيزوفرين يا ربي مش دي فازي يلوح الوسخ في الشارع يقول لك كي يكره القصير ميراك تكحل على الساقين درشنيه درشنيه خاطر التونسي راهو سكيزوفرين على الاخر فهمتني هذيك التونسي هذيك هي اخويا والناس كلها كي راحتها وهيك كي نقعدوا نحكيو تنخرجوا 50000 حاجه هكا نقولوا نعملوا حاجه هذيك التونسي حكيت واي حكيت واي والتونسي راه يخمم كان في روح. انا نقول لك وقتاش نحس البلاد ممكن تتحسن اول حاجه الواحد الرشوه والمعارف اول حاجه خاطر كان واحد يحرق ضوء يخلص خطيته وما يتكلمش درا شكون واحد طو يطلع التاكس يطلع درا شني احنا اكزامبل يا اخي القبضه تاخذ علينا شويه فيك 12% ولا 15% ولا تي في ولا تي سي سي هذاك اخويا احنا كل اكسيون نخدمها 13% ولا 15% يمشيوا للدول فهمت كان جات اي خدمه هكاك اوكي انا نحكي نعطيك اكزامبل انت تروح اللي تكش من غير رخصه في عوض ما تجي البلديه تكسر تجي البلديه تعمل لك وراق وتاخذ عليك التاكس نتاعك عبيت ولا تدفع التاكس اما احنا شني او هذا عنده معارف درا شكون في البلديه ما همش باش يطيحوا له او هذا طيب يعطي رشوه وما يخلصش التاكسويت نتاعو او هذا درا شني الحكايه الكل حكايه الفساد هذاك ولا هنا ندخل في موضوع واحد اخر ما غير ما ندخل فيه مباراه ميلت الرشوه او الواحد راه هما معناها اول حاجه تهلك الاداره وكنت تهلكت الاداره باش تهلك باقي السيستم تاع الدوله كامل معناها هادر او اي حاجه تحب تعملها لازم تعدى بالاداره التونسيه معناها بالطبيعه دونك يصير كامل مربوط ببعض اخي لازم نفسرك حاجه كان شيء كل واحد يحرق ضوء ويعرف روحه حاتيك حاجه بسيطه معناها كان يعرف روحه بشتد بكاميرا خاطر تقوليش ما نجمش نخطط ثما الكاميرا معلقين ثبت في الروم بوان الكبار واحد طرق على الكاميرا معلقين وباش نسبق الخطيه نتاعو للدار باش نحكي لك مره على حفاظ الخطيه انا شدني رادار في جوان وصل لي الخطيه وصلتني في جانفي لا ما في بير معلم فيش تحكي ما هذيك هي هذيك فسك حال التونسي اليوم يحس في روحه اقوى من الدولة كل عبد فيه ولا يحس روحه فوق القانون انا طلعت مع تاكسي لي مثل 4 ايام التالي حاصله ما لك هذا قال لي مساج متكيف كنت كيف على روحك هذا حط السيجارو معناها غسلني وحط السيجارو ما شعلوش قعدت نغزو قلت له شبيك ما شعلش قال لي ليه جست نفوتو الرامبوان ذي خاطر فيه حاكم معناها باش يشدني بعد هيك قال لي قلت له راهو مزال معناها فما حاكم القدام في موز بي فما حاكم غادي قال لي ذوكم يا ودي حتى تحرق ذو ما يكلمكش قال لي ذوكم جست يعسوا على الثكنه معناها هكا ما فماش الاجتهاد ولا عبد يحب خدمته ما فما حتى شيء باش ما حد يحب خدمته خاطر كلها يغزر لها تراكي فيش ويخدم انا احكي لك كيفاش يغزر لها الفلوس انا احكي لك كيفاش يغزر لها بالضبط ناخذ الوطنيه اكزامبل اوكي الوطنيه كما جاوش مترسمين راهي قناه واحده اخرى انا نحكيك راهم يقدموا في كونتوني واحد اخر راهو البروديكتور يخدم بروديكتور كلها تخدم على الرواح اما هما ترسموا اوكي ما تنجمش تردني اني قاعد انا نحكيك فازا حتى اداراتك كيكره هك انا راه فكره معناها يمكن تكون غلطه يعني نجم تكون مخي كيك على قد سبحان الله انا راه التونسي مش تاع ترسيم خويا مش تاع ترسيم حتى واحد خويا مش ما تاكلوش خبزته اجي اعمل له كل راكم كونتراكتوال 15 10 سنين هذيك خليه هو ال 10 سنين هذوك يخدم وكان ما تخدمش خدمتك تضطر صحيح ولازم لي كونديسيون كيما هكا برودكتيف مش قاعدين ما يخدم وانا هذيك علينا نكره هك الاتحاد التونسي للشغل ولا اسمه هذاك اخويا برجولي انا نشوف فيهم يهلكوا في البلاد انا هكاك رايي الشخصي فهمتني يعني في حاجات باهين اوكي اما يدافعوا على اما يهلكوا في البلاد نتاع يا اخي تتذكر البريود التونسي كلها بالزبله وقت اللي ما تخدمش البلديه اش فسرك عليه اش فسرها معنى اللي حبيت تقولوا انت صحيح هم يعملوا في حاجه به ويدافعوا على الحقوق اما راهو دليل يورث له به فوالا هذيك هي نتاع تاع عمل كمش... برشا مش به ما كمش باش تعملوا لنا الترسيم اي هانا مقرفي كان جاو هما خويا باش تقرف اي مالت سبحان اخير فهمتني جيب عباد اخرين يحبوا يخدموا وذوك نعمل له كونترا انا مثلا نتاع 5 سنين والا اللي هو والسلام عليكم اما لي احنا لازمنا فهمتني ترسموا وكا الوطني انا كي هبط الفيديو تاع الوطني برشا عباد جاو يحكيوا لي عديت ستاج غاديك كل شيء قلت لي راهو يجيك بروديكتور في الصباح ينظم شنو باش يتعدى في النهار كامل سبحان اخير يهز روحه ويروح عليه على خاطره مرسم باش تطردو طرد تعصب ما تنجمش تطردو ما عندك ما تعمل ما عندك ما تعمل له تكسى كل حاجه ترسل لك المقرونه انا سكت والله ما حمش ياكل المقرونه قلت له ما ياكل امريك حاسل واي زين احنا نص الليل نص الليل باهي باهي هيك مشيت ساعه وربع
ساعه وربع به هي بشوي شوي الاولاد خاطر الموضوع هذا نجمو نقعدوا فيه نحكيوا للصباح صحيح انا وياك حالينا في الحديث والنبي اي بلاي اوف والله ذكرتني اقسم بالله ذكرت اي يا جماعه مالا اقرا نوتيفيكاسيون يلا سيدك نقرا النوتيفيكاسيون فيسا صحيح بعد نقيدهم ونقسمو نقايد من توزع صحيح ترى تيك 3000 وبرا وهذوكم مي في راس محر زي قال انذر وان حتقلب وقتاش باش تجيبوا بسيكويم ولينكو في اللايف ان شاء الله تعرفوا على قريب هذوما قريناهم فانتا في 69 في 2 سبسكرايب فور 16 مانس انا بدي في بالي يوصل 16 اي سلام اي سلام ماي حبيت نرحب بصالح ويلكم باك والبركه فيك ما بين القلوب وملكة ساك يو مام انت فريستايل 30 سبسكرايب فور 8 مانس كتب لنا فون بلاصه بودكاست معكم الجمعه الجايه